بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا ألهمنا رشدنا وأعنا على أمورنا كلها يا كريم يا عظيم يا معين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورحمة الحي اللي درس البيولوجيا سواء كانت السطحية القديمة ولا المتعمقة اليوم في المخابر وأسرار المخابر في علاقتها بالبيوس، والبيوس كلها الدنيا ويحب يتسحر بالآخرة، ملات شعار تحب تنهب فلوس الناس كله، هذه سلعة بيوس بيو. لكل هذا اللي يعرف بعض من أسرار الخزعبلات والأوهام فيما يخص الحياة ما يجمش، اللي حتى هو داخل في بعض أسرار هذه الوجوه تجم تربطها بالبيوس بالحياة، يعني ما عنده حتى علاقة بكون المولى حي، ما عنده حتى علاقة. تعلم عارف نفس الحياة فيه في النبات، عن بعض علامات تقول هذا حي ليس بميت، هذا حي يتحرك ليس بثابت، هذا كالشجرة. ولكن الشجرة انت عرفت شنية الحياة ولا أسباب الحياة، انت تبدأ من عروقها جذورها حتى توصل أقصى الأوراق ثمارها. عرفت الحياة هذه حتى باش تعرف ربي هو حي. إذا الحي المنسوب، الصفة دي المنسوبة إلى الله، لا يمكن أحد أن يتطلع على جزء منه. يكفي العجز ده عن فهم جزء بسيط من الحي بس تقولي وتقولوا مما أن ربي ما عرفناهش، نحن نقدره، نحن نخصه له، نحن نسلم بأن القرآن كلام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، النبي العربي رسول وخاتم الرسل كرام عليهم السلام. تبدأوا افهموا شوية الحي لعل تدب فيكم حياة روحية نظيفة خفيفة وحياة عقلية مستنيرة منيرة وانت ماشي، وحياة اقتصادية وحياة ثقافية وحياة من جميع ما من جميع حياة جمالية، حياة أدبية، حياة عندكم الأدب لبابا خاصة الكرب، ولو الأدب متاعكم رينا في أندلس وين وصلكم. استنانا نعاودوا المشوار هذا ونطولوا فيه. واليوم طالعين علينا كلاب في تونس متصلين ببورقيبة اتصال الموت مع موت بورقيبة، والبورقيبية في بالهم مش يحيوا بمحبتهم الوهمية، مش يحيوا بورقيبة اللي تمت فيه الأقدار الإلهية، ولا وعد بالسكرة والتبلو والباس منها متاع جذب الأنظار إلى ليكور في مينين ويتسيطر، يعني ولات كما كريوكا. يا ناس أنا راني جاية مش راني رئيسة، يا سلام. ما وعد زادت سقطة تونس إذا كان يوصل البعض منها الولي لهم الأغلبية باش أنت ترتقي إلى قمة هرم السلطة. الله يزيكم من الوهم واخرجوا من الوهم، عامل رويحتك ما أنا وفية لأبيك اللي كان مبهور ببورقيبة، الله أعلم بيه بوك شكون زعما وفى لأنه يحب تونس، ووفى لأنه يحب ياخذ حفيلة شوية جليد هكا مرسو دو جاتو في جرة بورقيبة اللي عجبنا بيه حتى لهنا. يا ناس فيقوا على روحكم، ارعوا روحكم على الطب القرآني، راكم مكونش ماشيين للصلاح لا لأنفسكم ولا لأتباعكم ولا لتونس. تونس الزية مما قصت منكم يا أهل السياسة اللاكياسة، ولا أمن معكم ولا تصديق لكم ولا مصداقية لكم. هاو السياسة هي في تونس، تكون قاعد يرفع فيها وهي قاعدة تسقط تونس، يرفع شعارات جوفاء
لكن تونس قاعدة في العراء والأسى واليأس، وراه يأس وانت ماشي، والفقر قاعد يزيد، مش فقر روحي برك ولا فقر عقلي ولا حضاري، فقر حتى مادي. اليوم أغلب الناس مشاو للزبل، مشاو نابوا، جابوا الباب سبعوهم باش ما يدخلوش للسجون، باش ما ينفذوش مع ربنا سبحانه وتعالى. وبعد انتهت الصلاة هذه ما عاد يلقاو شيء، يحط الكربيرون الكل. أنا باش الدرجة النارية متاعو تخدم باش يتنقل، تو ما عادش لا يلقى فلوس عنده، لأنه رخ 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 حتى شاعت الأمور. ولا وقت يجي تشوف البنزين كيفاش طلع ولهبت في النار، وهو ومعول تأتي من ورائه، ولا مادة تأتي من ورائه النيران، عجز بعد في يعمل، أما ينتحر ولا يستجرم ويلقى في مكان يرفضه في أيام الخالية. إذا نحضروا راكم مكنش قادمين على حاجة سهلة، لا في دنياكم ولا أخرى. احنا قلنا لكم الاعمال انتم عليه، زعما ماش شويه مسك من عقلكم، لكم فما رب ارجعوا له وارضيه وتو يجيب لكم. وان لو استقاموا على الطريقه الى سقيناهم ماء غدقا ما وشحت ولحت، ما عليك كان بالحي سبحانه وتعالى، لا يموت ولا تاخذه سنه ولا نوم ولا يفقر عطاء ولا تزيدوا في قيمتي ما لا صلوات وزكوات وصوم رمضان وغير رمضان ولا حج ولا عمرة، لا يزيد شيء ربي تاعو ما تزيد به شيء، وهو حي. وعصيه ما تنقص منه شيء وهو حي. نسأل الله السلامة، أرجو يا ناس قبل ما يحق عليكم القول.